بعد إلغاء صحة التوقيع، اتعرف على الخطوات القانونية لتسجيل العقار رسميا. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناة ترند، ولو الفيديو عجبكم اعملوا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات واشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. قرار حكومي جديد بينتظر تطبيقه خلال الفترة المقبلة بمصلحة الشهر العقاري بعد تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد الذي سيتم تطبيقه خلال أيام، اللي جاءت أبرزها بعدم الاعتراف بالعقود الابتدائية والعقود التي تم أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري. يعني العقود الابتدائية والعقود اللي هي عليها صحة توقيع دي الحكومة مش هتعترف بيها أبدا، ومش هتدخل بسببها الكهرباء والمية. لازم تكون العقود متسجلة في الشهر العقاري، هي دي بس اللي هي ايه اللي يعترف بيها. ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار بداية من 4 مارس، 4 مارس يعني 4 شهر 3 المقبل، أي بعد 15 يوم. وصرح مصدر في الشهر العقاري لجريدة الوطن أنه في حالة شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021 لن يتم نقل عداد أو عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار إلا بعد أن يتم تسجيل عقد البيع بالشهر العقاري، حيث لن يكتفى بحكم صحة ونفاذ عقد البيع دون تسجيله في الشهر العقاري طبعا. قانوني يجب أن يكون العقار خالي من المخالفات قبل التسجيل. إجراءات عديدة يجب اتباعها قبل التسجيل. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عفوا، قانوني يجب ان يكون العقار خالي من المخالفات قبل التسجيل. اجراءات عديدة يجب اتباعها قبل تسجيل العقار بشكل رسمي، بيوضحها لنا الدكتور مدحت عبد الحليم أستاذ القانون، من بينها ضرورة التأكد إذا ما كانت هناك في مخالفات على العقار أم لا، ومحاولة التصالح مع الجهة التي وقعت تلك المخالفة، يا مخالفة بناء بقى، مخالفة مع الحي كده كده. في صحة التوقيع يجب أن يتواجد كل من المشتري والبائع لتتم عملية التسجيل. وأضاف عبد الحليم للوطن إن تسجيل العقار يحتاج إلى عدة مستندات قبل التوجه لتسجيله، من بينها توافر عقد بيع ابتدائي، وأيضا حكم قضائي بصحة البيع ونفاذ العقد، مشيرا إلى أن التسجيل بيحتاج أيضا شهادة من الجهة المحلية حي المنطقة إن العقار خالي من المخالفات. لابد من توفير كافة المستندات قبل عملية التسجيل. وتابع أستاذ القانون أنه بعد توفير تلك المستندات يتوجه البائع والمشتري بالبطاقة الشخصية
وصورة مصالحة الضرائب، وتتم إجراءات التسجيل في مقر الشهر العقاري، وفي حال التقاعس عن التسجيل لن يتم دخول المرافق إلى العمارة أو الشقة إلا بعد تسجيل عقد البيع، كما لن يتم نقل عدادات المرافق باسم صاحب الملكية الجديد من غاز وكهرباء ومياه أو تليفون أو غيرها. يعني لازم يروح شهر عقاري يسجل، لازم. والله بيصعبوا على الناس. سبحان الله سبحان الله.